بكل بيت أزوره عندي عادة أني أسأل صاحب البيت أين مكتبتك، أحب أن أطلع على الكتب اللي موجودة عنده. في أغلب الأحيان أطلع على المكتبة، على المكتبة، وأتصفح الكتب، فأجد أن 90% من الكتب تقريبا كلها تسير في اتجاه واحد. إذا كان صاحب دين معين فإنك لا تجد إلا كتبا لهذا الدين، وإذا كان صاحب مذهب معين فإنك لا تجد إلا كتبا لهذا المذهب. لا تجد تنوعا في المعرفة ولا طلبا لاستطلاع رأي المخالف. حقيقة أن مكتبة البيت تدل على ثقافة صاحبها، وهي مؤشر حقيقي في نظري على الأقل. أشدد هنا على الحرص على الاطلاع على الأيديولوجيات والأفكار المخالفة أو قل المضادة لما يعتنق المثقف، فعندها فقط يستطيع التخلص من تعصباته وانحيازاته وتقييم تصوراته وقناعته، لا بل وإعادة النظر فيها. يقول جون ستيوارت ميل: إذا لم يكن هناك مخالف في الرأي فإن علينا أن نوجده. لماذا؟ حتى نتمكن من المحافظة على سلامة تفكيرنا. ختاما أيها السيدات والسادة، لعلني رسمت صورة مثالية عن الاغتراب، إلا أننا يجب أن نعترف بأنه ليس كل من سافر واغترب تعلم وتغير وتحسن. هناك نماذج من الناس صادمة في واقعنا، ومن الذين غادروا أوطانهم، إلا أنهم أصحاب عقول ختمت بالشمع الأحمر من خلال تعصبات وانحيازات. كل الديناميت في هذا العالم لا يكفي لتفتيتها، ولست عن هؤلاء كنت أتحدث. في عالم اليوم أيها الإخوة، من الجميل أن يسافر الإنسان ويطوف بالبلدان، ولكن ما لم يحمل في ذاته جدوى نار وعشق للتطلع وتحصيل المعارف، ويحمل عقلا نقديا يفرز الخبيث من الطيب، فلن يكون سفره أكثر من ركوب طائرة ونزول في فندق، أو اغترابا محدودا لا يتعدى حدود الجغرافيا. ولعل الآية قل سيروا في الأرض فانظروا إشارة إلى هذا المعنى، إشارة إلى ما كنا نتكلم فيه من ضرورة الحركة وإعمال العقل. سيروا في الأرض فانظروا، إشارة إلى ما في السير من حركة، السير حركة، وبما في النظر من فكر، إذ لا يحصل الاعتبار وفهم المغزى إلا بهما معا. شكرا لإنصاتكم.